صباحكم الله بالخير. تعرفون يا جماعة الخير الفجر أبيض وأحمر، بالهندي يسمونه مولي وبالتاميل نادو يسمونه مولنجي. زين طبعا اللي فيهم سكر يقولون لكم في تاميل نادو ما ياكلون هذا لأنه يرفع نسبة السكريات في الدم. هذا الأبيض على العكس تماما يخفض نسبة السكريات في الدم. زين بس اللي عندهم قرحات في المعدة، اللي عندهم مشاكل في المعدة، الاثنين ما يقدرون ياكلونها. ليش؟ لأنه يسببون حرارات وفيها زيوت طيارة حالهم حال البصل فتسبب لهم مشاكل. مولي، مولنجي أو الفجل. يعطيكم العافية. الزنجبيل يا جماعة الخير، بالعربي زنجبيل، بالهندي يقولون له أدرك. زين بالتاميل نادو يسمونه انجي، بالانجليزي هم تعرفونه يسمونه جينجر. كلنا نعرف فوائد ماله، نعرف انه رافع للمناعه، رافع شغلات كثيره. بس في تاميل نادو يقول لك هذا يستخدمونه دائما كطارد اساسي للغازات، ولكن ما ياكل الشخص الا عنده مشكله في المعده. ما ياكل الشخص الا عنده مشكله في المعده. طبعا انا عاده شو اسوي في الزنجبيل؟ اخذ الزنجبيل اقطعه قطعه صغيره كذي واقعد امضغ فيه، اخلي بس الماء ينزل على الحلق وعلى ذي. جدا ممتاز للالتهابات الحلق، خصوصا انا مدخن فصير عندي التهابات مزمنه زين في الحلق. فهذا الزنجبيل لما ينزل هو مطهر طبيعي ومضاد طبيعي.